عجيب أمركم يا شيعة، ما هذا التناقض؟ تحريف القرآن، لا 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 لا، احنا ما نعتقد تحريف القرآن، القرآن سالم صحيح، نقطة زيادة حروف كلمة ما بي، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ من الزيادة، محفوظ من التغيير، محفوظ من التحريف. تحريف ماكو. الآية هكذا كانت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت، ولكنهم حذفوها. خلص أنا بعد ما أعلق، أنا بس أقول لك كلام، لو أرد أعلق أكو مكان تعليق هواية. أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية، لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندونوا للقرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، شو طبيعي ما يصرف لهم هاي الكلمة يخلوها. صار ما صار. أحب بحار الأنوار العلامة المجلسي في مرآت العقول يقول: الروايات الدالة على النقيصة والتغيير والتلاعب، التفت، متواترة على حد تواتر روايات الإمام. ياه الحق مولانا سيد أخوي الشيعي، له إذا جعلنا مسألة التحريف من مميزات التشيع، ياهو شيعي سيد الخوي له صاحب البحر، شو نقول؟ إذا قلنا بيني وبين الله، إذا كان وضوح الروايات، بعد تعلمون بأن المحدث النوري أكثر من 1000 رواية جمعها وين؟ ها؟ اللي بعد رحمة الله تعالى عليه المرحوم معرفة مولانا في كتابه صعد نزل ما أدري سوى، قال من 1200 رواية لافت 200-250 رواية من صحيحة السنة. بينك وبين الله 250 رواية صحيحة السنة، بعد شلون تنفي التحريف؟ أعزائي، إذن مثل المحدث النوري، مثل العلامة المجلسي، بالنسبة إليه هذا نص شنو؟ جلي. أولا، يورث القطع أو لا يورث اليقين؟ يورث اليقين، ولهذا ذهب إلى التحريف. تتقف ذهب إلى التحريف. نعم، تقول لعد إذا كان القرآن محرف كيف نعتمد عليه وكيف نستند إليه؟ وهو في البحار استند. الجواب يقول: لأن الأئمة سلام الله عليه قالوا اعملوا بهذا الذي عندكم إلى أن يأتي صاحبها، اعملوا بهذا القرآن الذي بأيديكم إلى أن يأتي القرآن، ماذا؟ القرآن الذي بيد الإمام سلام الله. كما هو القائل بعدم تحريف القرآن كافر. قد تقولون وكيف ذلك؟ القاعدة صحيحة، هذا العدد الكبير من أحاديث أهل البيت الذي يتحدث عن تحريف القرآن، وقد استمعتم إلى كلام السيد الخوئي من أن كثرة هذه الروايات تبعث على القطع أن بعضها قد صدر من المعصوم. لو كانت رواية واحدة نحن نقطع بصدورها أو نطمئن بصدورها ونرفض هذا المعنى، إننا نكذبهم، ومن يكذب المعصوم فهو كافر، من يكذب المعصوم فهو كافر.